في الأيام الأخيرة قبل المولد النبوي الشريف. طبعا هلبة شباب من مدينة مسلاتة يبدو في تجهيز طاولات خاصة بالألعاب المولد، وأصبحت هدية من الطقوس وعادات في من عادات العائلات الليبية. فمثلا البنات يركزوا أكثر شيء على شراء الدربوكة والخميسية والشموع والفوانيس بجميع أشكالها، أما الأطفال والأولاد فيركز طبعا القنديل هو شيء أساسي في المولد، وخاصة يبدأ بعد صلاة المغرب تلقى الأطفال طالعين بالقناديل ومتاع الجريد وغيرها الأشكال الجديدة المستحدثة الجديدة هذه، وأيضا الألعاب النارية. طبعا الألعاب النارية هي إقبال فيها من قبل الأطفال عليها هلبة وما فيش مفر منها، لكن أنا نصيحة إلى أولياء الأمور أن تكون تحت إشرافهم وأن تكون تحت عيونهم. بالنسبة للأسعار طبعا في هذا السنة مرتفعة جدا، وذلك مقارنة بالسنوات الماضية لأسباب هي أن يقول لك الشحن من بلد الصين مرتفعة، وهنا يسبب في غلاء الألعاب الخاصة بالمولد النبوي الشريف. ولكن مع هذا كله يوجد إقبال من قبل الناس، لأن من الصعب أن تخلي أي الناس تخلي أطفالها من غير فرحة المولد، فهذه فرحة المولد النبوي الشريف وعادة، وإن شاء الله كل سنة والأمة الإسلامية وكل سنة والشعب الليبي بخير.